بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة المتابعين، وإلى فقرة جديدة من فقرات الصرف لا كونجيغيزون، ثم مع الأزمنة كما رأينا. طبعا لازلنا مع لو مود انديكاتيف. قلنا في البداية بأن الصرف في اللغة الفرنسية أنه يتم حسب دي مود. نتكلم أحيانا عن لو مود دو في، لو مود دو في، إذا نتكلم عن نمط العيش، طريقة عيش. إذا لازلنا كما قلنا مع لو مود انديكاتيف. كما قلنا بأن لو مود انديكاتيف تتضمن لو بريزون دو لانديكاتيف، لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف، لامبارفي دو لانديكاتيف، لو بلوس كو بارفي دو لانديكاتيف. ثم سنرى في هذه الفقرة لو باسي سامبل دو لانديكاتيف. طبعا كما تلاحظوا هاد لو باسي سامبل كما نقول هو على النقيض من لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي هو هكذا اسمه فقط لأنه مركب، فقط لأنه مركب، لأن لو فيرب كومبوزي المقصود به ركبة. لو فيرب كومبوزي المقصود به ركبة، لو باسي كومبوزي المقصود به ماضي مركب، لأنه مركب من كلمتين كما ذكرنا. هنا نتحدث عن لو باسي سامبل بغض النظر عن المعنى، سواء تكلمنا عن لو باسي كومبوزي او لو باسي سامبل، ففي الحالتين نتحدث عن الماضي. الاول لو باسي كومبوزي سميناه هكذا فقط لانه مركب من كلمتين كما راينا. هنا نتحدث عن لو باسي سامبل، هو ايضا ماضي سميناه هكذا فقط لانه مركب من كلمه. اذا نتكلم عن الماضي البسيط. الآن سنرى معنى هاد الماضي البسيط. طبعا هو ماضي، لكن ما هو جانب الاختلاف فيه عن باقي أزمنة الماضي في اللغة الفرنسية؟ لومبلوا دي باسي سامبل، استعمال لو باسي سامبل. لو باسي سامبل اكسبريم اون اكسيون اشوفي دي باسي. إذا طبعا بنفس الطريقة لو باسي سامبل الماضي البسيط اكسبريم أنه يعبر عن ماذا؟ une action achevée، une action achevée. إذن هو يعبر عن فعل على الأرض achevée، achevée أنه منتهي، du passé من الماضي. إذن نتحدث عن فعل على الأرض منتهي في الماضي، إذن هو يعبر عن هذه الحالة. le plus souvent une action brève، هنا فين كاين وجه الاختلاف. في الغالب، الأكثر في الغالب كما نقول، لو بلي سوفون كما نقول الأكثر في الغالب، إن أكسيون بغيف نتكلم عن فعلين حدث على الأرض سريعا، بغيف لم يدم طويلا. إكزومبل، إذن كمثال سودا، وفجأة لو سيكليست شوتا باتير، وفجأة الدراج. طبعا نتكلم عن سائق الدراجة شيتا، شيتا كما نقول أنه سقط، سقط بسرعة باغتيغ على الأرض. وفجأة نرى دراجا يسقط بسرعة على الأرض، سودالو سيكليست شيتا باغتيغ. كما تلاحظوا بأن الفرق بين لو باسي سامبل و لو باسي كومبوزي مثلا أنه يحدث بسرعة، على عكس مثلا لو باسي كومبوزي انه يتحدث عن الماضي بغض النظر عن هذه النقطه. طبعا لو باسي سامبل كما تلاحظوا فلانه من ضمن مميزاته انه تيدل على السرعه، هذا علاش الكتابات الكثيره في القصص مثلا انها تستعمل لو باسي سامبل في الكتابات وفي المؤلفات، خاصه عند الحديث عن القصه او الروايه يستعمل هذا الزمن بشكل كبير، بل أنه تعتبر من الضروريات في هذه الكتابة. لماذا؟ لأنه يستحضر القصة ويرويها بهذا الشكل السريع. طبعا القارئ عندما يقرأ القصة وهي تتم بهذا الشكل وهي تتم بهذه السرعة، لأن الكلمات ديال لو باسي سامبل اللي تدل على السرعة أنها تعطي واحد الحيوية لهذه القصة، أنها تعطي شيئا من التشويق القصة، بحكم أنها تروي القصة بشكل يبدو سريعا.
وبالتالي كما تلاحظوا بأن لو باسي سامبل تعطي واحد الحيوية لرواية القصة. عندما نقول مثلا في قصة ما بأن فلان دخل ففعل ثم قام بكذا ثم قام بكذا ثم رمى كذا ثم قام بكذا، إذا طبعا هاد السرعة في رواية الأحداث تعطي حيوية للقصة حتى أن القارئ يستمتع بها. هذا تقريبا دور الباسي سامبل. على كل حال ليكون لنا هذا المعنى لابد أن يأخذ لو باسي سامبل ديتيرمينيزون نهاية معينة الفعل الذي سيصرف في هذا الزمن حتى تضف عليه هذه المعاني معاني السرعة. لابد أن هناك نهايات تنضاف للفعل عندما نريد أن نصرفه في هذا الزمن. لا تيرمينيزون دو باسي سامبل دو لانديكاتيف، نتكلم عن نهاية لو باسي سامبل الماضي البسيط دو لانديكاتيف. لا تيرمينيزون فاري سولون لو غروب اوكيل ابارتيان لو فيرب. إذن هاد لي تيرمينيزون أنها تختلف، ليست كما هو حال لامبارفي مثلا. أننا كما رأينا في جميع لي غروب في جميع المجموعات سواء المجموعة الأولى سواء تحدثنا عن المجموعة الأولى لتتنتهي أفعالها بأر باستثناء طبعا لو فيرب ألي، ولا عندما نتحدث عن المجموعة الثانية التي تنتهي بإي أر بشرط أنها تكون في دوزاس أنها تعطي إيسون مثلا في لو بارتيسيب بريزون، أو سواء تحدثنا مثلا عن لو تخوازيام جروب المجموعة الثالثة التي تضم باقي الأفعال. طبعا كما رأينا في جميع الحالات لامبارفي طبعا له نفس لي تيرمينيزون. هنا في لو باسي سامبل يعني أن الأمر مختلف. إذن كما قلنا لي تيرمينيزون فاري، لي تيرمينيزون فاري، إذا نتكلم عن النهايات أنها تختلف سولون لو غروب حسب المجموعة أوكال التي لها أبارتيان لو فيرب ينتمي الفعل. إذا كما تلاحظوا عندنا لو بروميي غروب لو دوزيام غروب اي لو تخوازيام غروب اي لو تخوازيام غروب ثم المجموعة الثالثة. لو بروميي غروب طبعا مثلا نأخذ لو فيرب أمي كما رأينا. إذن طبعا في لو باسي سامبل نقول جيمي بالنسبة للمجموعة الأولى طبعا نضيف أي أس أ أم أت إر. طبعا لو فيرب أمي طبعا نحذف أو إر ثم نضيف أي كما قلنا الآن نقول جيمي جيمي أنا أحببت أحببت ربما للحظة معينة بسرعة مثلا تي إيما أنت أحببت أو أنت أحببتي في لحظة ما مثلا ثم إل إما إل إما أو نيما. إذا لاحظ لي تيرمينيزون إل إما إل إما، إذا هو أحب هي أحبت للحظة معينة مثلا. ثم نوزي مام نضيف هاد أم كما تنشوفوا عندنا واحد الشابو عندنا واحد أكسون سيركونفليكس فوق هاد أ. طبعا في جميع الحالات تكون عندنا هاد لاكسو سيركونفليكس. اذا كما نلاحظ مثلا مع فينير او مثلا مع لو فيرب كخواغ مثلا او مثلا مع لو فيرب بروندر سنجد هاد لاكسو سيركونفليكس على احرف اخرى تاتي في نفس السياق. اذا نوزيمام ثم فوزيمات فوزيمات نفس الشيء كما تلاحظوا ثم il aimer il aimer il aimer. طبعا هاد لي تيرمينيزون تتعاودوا مع الافعال المجموعه الاولى. اذا نضيف ا اي ا اس ا ام ات ار. اذا كما قلنا جيمي تي ايما il aimer elle aima nous aimons vous aimez il aimer elle aimer. بالنسبة للمجموعة الثانية نأخذ لو فيغ فينيغ كمثال لأن لو فيغ فينيغ أولا تنتهي بإي إر ثم لو بارتيسيب بريزون الخاص به نقول فينيسون فينيسون مع لو جيرونديف نقول أون فينيسون أون فينيسون. طبعا حتى في لو بريزون مثلا نقول جو فيني تي فيني إل فيني ثم دو فينيسون فو فينيسي إل فينيس. إذا طبعا تنسمعوا هاد الدوزيس
إذا نتكلم عن فعل منتمي للمجموعة الثانية، تحقق الشرط الأول اللي هو إيه، وتحقق الشرط الثاني اللي هو هادوزيس. إذا طبعا في الباسي سامبل نقول جو فيني، جو فيني نضيف إي إس، ثم تي فيني نضيف نفس التيرمينيزو مع تي، ثم إيل فيني طبعا نضيف إي تي، إيل فيني إل فيني نو فينيم. شوف مع إم نقول نو زيمام، أما مع فيني نقول نو فينيم، ثم فو فينيت، فو فينيت مع إم نقول نو زيمات، نو زيمات، نو زيمات نحن أحببنا، فو زيمات أنتم أحببتم أو أنتن أحببتن للحظة. أما فينير نقول فو فينيت، أنتم أنهيتم أكملتم بسرعة مثلا. ثم إيل فينير، إيل فينير هم أتموا أو أكملوا بسرعة، إيل فينير مع أمي مع فعل أحب نقول إيل أمار، إيل أمار هنا نقول إيل فينير. طبعا كما تلاحظوا أوجه التشابه بين هاد لي تيرمينيزون. لو باسي سامبل هذا هو التكوين ديالو، كما غنلاحظوا بأن لو تخوازيام غروب تقريبا كاين واحد الوجه ديال التشابه. أتونسيون، إذا كتنبيه هنا، لي فيرب دي تخوازيام غروب أفعال المجموعة الثالثة أون تخوا موديل دو تيرمينيزون، دو تيرمينيزون عندهم ثلاثة الأنواع ديال لي تيرمينيزون ديال النهايات. الموديل الأول، إذا المثال الأول، الشكل الأول ديال هاد لي تيرمينيزون هو أننا تنعطيو الفعل إي إس، إي إس، إي تي، إيم، ثم نعطيه إيت أو نعطيه إيغ بحال أفعال المجموعة التانية كما تلاحظو. مثلا لو فيرب بخوندغ، لو فيرب بخوندغ، إذا نقول جو بخي، تو بخي، إل بخي، نو بخيم، فو بخيت، إل بخيغ، إل بخيغ، إل بخيغ. هنا نتكلم عن فعل أخذ، هذا الأخذ أنه تم سريعا مثلا، نعبر عنه بهذا المعنى جو بخي، ثم استدرت فأخذت بسرعة مثلا، إذا أقول جو بخي، كلام بهذا الشكل المقصود به أنني أخذت بسرعة، تو بخي، تو بخي، أنت أخذت بسرعة أو أنت أخذت بسرعة. إذا دائما الفعل تتصرف بهذا الشكل تتنضاف له هذا المعنى ديال السرعة. إذا إيل بخي هو أخذ بسرعة مثلا، إيل بخي هي أخذت بسرعة، نو بخيم، نو بخيم نحن أخذنا بسرعة مثلا، فو بخيت أنتم أخذتم بسرعة، إيل بخيغ، إيل بخيغ نفس الشيء. الموديل الثاني، إذا الشكل الثاني ديال الصرف في المجموعة الثالثة، إذا مثلا لو فيرب كخواغ فعل اعتقد، جوكري، جوكري أنا اعتقدت مثلا. كما تنشوفوا الصرف ديال لو فيرب كخواغ، كما تلاحظوا لو فيرب كخواغ تخوازيام جروب أنه تنتمي للمجموعة الثالثة، طبعا تنتهي بـ إيغ. طبعا في لو باسي كومبوزي نقول جيكري أنا اعتقدت، كنت أعتقد، تي أكري، إلا كري، نوز أفون كري، فوز أفي كري، إيلزون كري. إذا هاد كري شنو هي؟ هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كخواغ، هذا هو تنضيفوه مثلا لوكسيليار أفواغ في البريزون، غنحصلو على لو باسي كومبوزي، وهاد كري هي اللي غنضيفوها لهاد نفس لوكسيليار اللي هو لوكسيليار افوار، ولكن في لامبارفي فنحصل على لو بليس كو بارفي، اسفل لو باسي كومبوزي كما تلاحظوا. ثم عندنا لو باسي سامبل، لو باسي سامبل، لو باسي سامبل، اذا نقول جو كري انا اعتقدت في لحظه، تي كري، ايل كري، نو كريم، نو كريم، فو كريت، فو كريت، إيل كريغ، إيل كريغ. إذا هذا الصرف
Le verbe croire au passé simple مقارنة بالـ passé composé مثلا. إذن كما قلنا je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent. ثم الموديل الثالث. ثم الموديل الثالث إذا نتكلم عن الشكل الثالث من الصرف في المجموعة الثالثة. الشكل الثالث ديال لي تيرمينيزون فيما يخص هذه المجموعة نضيف إي إن إس إي إن إس إي إن إس إي إن تي إي إن إم أو إس إي إن تي أو إس إي إن إر أو إن تي إي إن إر أو إن تي. إذا نتكلم مثلا عن لو فيرب فينيغ. لو فيرب فينيغ نأخذ لو فيرب فينيغ طبعا لو فيرب فينيغ تنتهي بإي إر تبان لينا بحال غينتمي للمجموعة الثانية ولكن ما تحققش لينا أون فينيسون. ما نقولوش هاد الكلام سنقول أون فينو أون فينو. ما تكونش عندنا دوزيس ما غيحققش الشرط الثاني باش ينضم للمجموعة الثانية وبالتالي غنديوه للمجموعة الثالثة. إذا نقول في الصرف جو فا جو فا تي فا إل فا نو فينم نو فينم نحن أتينا بسرعة مثلا فو فينت أنتم أتيتم بسرعة إل فينغ إل فينغ هم أتوا بسرعة. لاحظ الفعل كيف يصرف لنقول هذا المعنى في الماضي لندل على سرعة الفعل في الماضي وأنه تم يعني أن الفعل كمل انتهى ومضى لكنه تم بسرعة. إذا هذا هو المقصود بهاد لو باسي سامبل. رمارك إذا ملاحظة on peut rechercher le participe passé des verbes à conjuguer mais cela ne fonctionne pas toujours. On peut rechercher le participe passé du verbe à conjuguer, mais cela ne fonctionne pas toujours. Et dans mon cas, on a besoin du participe passé, l'étendue de l'auxiliaire, lequel a sur la matière à un temps composé. Mettre le passé composé, mettre le plus que parfait comme d'accord. Et là, on a besoin de s'aider de le participe passé, le حصول على le passé simple. ولكن الطريقة لا تنجح دائما. On peut rechercher. On peut rechercher le participe passé du verbe conjugué. إذا ممكن أننا نبحث عن le participe passé الخاص بالفعل المراد تصريفه المقصود ضمنيا هنا في le passé simple. Mais cela ولكن هذا ne fonctionne pas toujours. أن هذا لا يخدم أو لا يسير دائما يعني أنه لا ينجح دائما. اكزامبل كمثال فيرب دوفوار مثلا فعل توجب لو بارتيسيب باسي الخاص به هو دو. لو بارتيسيب باسي الخاص به هو دو. مثلا أقول جي دو أنه كان يتوجب علي جي دو مثلا. إذا لو بارتيسيب باسي هو دو. في لو باسي سامبل نقول جو دو نضيف هاد اس tu dis, il dit, nous dûmes, vous dûtes, il dure. صرف هذا الفعل في لو باسي سامبل هو هذا اللي شفنا الان. اذا كما تلاحظوا بانه قريب لهاد لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل. ثم ليكزومبل نيميرو 2 دون ليكزومبل نيميرو 2 اذا في المثال الثاني فانكر يعني رابحه رابحه او انتصر على فانكر. Le participe passé هي vaincu مربوح كما نقول. Le participe passé الخاص بهذا الفعل هو vaincu. عندما أقول je suis vaincu je suis vaincu أنا ربحت. j'ai vaincu أنا ربحت مثلا. j'ai vaincu أنا ربحت أنا انتصرت على. إذا طبعا في le passé simple نقول je vaincu أنا ربحت بسرعة مثلا. tu vaincu tu vaincu أنت ربحت. إي فانكي إيل فانكي نو فانكيم فو فانكيت فو فانكيت إيل فانكيغ إيل فانكيغ. كما تلاحظوا وجه الشبه بينه وبين
لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل، يعني ان لو بارتيسيباسي ممكن انه يقربنا لهذا الصرف لكنه انه لا يكون بشكل تام. ليز اوكسيليير، اذا هنا نشير كالعاده الى صرف ليز اوكسيليير المساعدين. نتكلم عن افوار و اتر. في البدايه ذكرنا كما تلاحظوا مثلا هنا في البدايه تحدثنا عن لو بريزون يعني الحاضر، وفي الاخر ذكرنا صرف لي زوكسيليير صرف افوار و اتر فالبريزون. لماذا؟ لان صرف هاد المساعدين هو الذي سيمكننا من انجاز الزمن المقابل في الجدول اللي هو الباسي كومبوزي. اذا طبعا كما تلاحظوا هنا لو فيرب كروار فعل اعتقد اقول جي كري. طبعا وضعنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كروار اللي هو كري اسبقناه ب لوكسيليير افوار اللي مصرف في البريزون اللي وحده هنا. ثم في الدرجه الثانيه عندنا لامبارفي، تكلمنا عن لامبارفي. لامبارفي كما ذكرنا ستانتون سامبل هو زمن بسيط مثله مثل لو بريزون. كما تلاحظوا على يسار الجدول عندنا لي طون سامبل، وعلى يمينه قلنا لي طون كومبوزي، عندنا الازمنه المركبه. اذا طبعا لامبارفي ستانتون سامبل، اذا ذكرنا هاد لي تيرمينيزون الخاصه به للحصول على صرف فعل في الزمن. طبعا في النهايه ذكرنا ايضا صرف لي زوكسيليير افوار و اتر في لامبارفي. لماذا؟ لان صرف لوكسيليير افوار و اتر في لامبارفي هو اللي غيمكننا باش نحصلوا على الزمن المقابل له في الجدول. كما تلاحظوا عندنا هنا جافي كري، انا في زمن ماضي قبل زمن اخر قبل فعل اخر في الماضي جافي كري، انا اعتقدت كما نقول اعتقدت قبل ذلك. عندنا افوار هنا في لامبارفي اضفنا له نفس لو بارتيسيباسي اللي ضفناه في لو باسي كومبوزي، حصلنا على لو بلوس كو بارفي. نفس الشيء بالنسبه لو باسي سامبل. لو باسي سامبل ذكرنا الان المعنى ديالو، ذكرنا كيفاش الحصول على لي تيرمينيزون ديالو، طبعا انها مختلفه شيئا ما، لكن بنفس الطريقه غنذكروا صرف لي زوكسيليير افوار و اتر في هذا الزمن زمن لو باسي سامبل. علاش؟ لان افوار و اتر في لو باسي سامبل غيمكننا باش نحصلوا على لو باسي انتيريور، لو باسي انتيريور المقابل في الجدول لزمن لو باسي سامبل. كما تلاحظوا لو باسي انتيريور سي ان طون كومبوزي هو زمن مركب، باش نلقاو المساعد اللي غيسبق لو بارتيسيباسي. طبعا هاد المساعد غنصرفوه في لو باسي سامبل سواء اتر او افوار. اذا هذا علاش غنحتاجو نصرفو لي زوكسيليير ايضا في لو باسي سامبل. اذا لي زوكسيليير اون اون كونجيغيزون كيل فو ميتريزي كار ايل بيرميت دو فورمي لو باسي انتيريور دو لانديكاتيف، لو باسي انتيريور دو لانديكاتيف دو تو لي زوطخ فيرب. اذا هذا الذي قلناه الان لي زوكسيليير اون اون كونجيغيزون، اون اون كونجيغيزون كيل فو ميتريزي، اذا المساعدين عندهم صرف الذي يتوجب ضبطه كار ايل بيرميت، لانهما يمكنان دو فورمي لو باسي انتيريور دو لانديكاتيف، لانهما يمكنان من تشكيل لو باسي انتيريور دو لانديكاتيف كما نقول الماضي السابق لو باسي انتيريور، يعني انه يسبق زمنا اخر بحال لو بلوس كو بارفي، تماما مثل لو بلوس كو بارفي. اذا هو يمكن من انجاز هاد الزمن دو لانديكاتيف من نفس هاد لو مود اللي حنا مازال فيه دو تو لي زوطخ فيرب. المساعدين غيمكنونا باش نشكلو لو باسي انتيريور دو لانديكاتيف دو تو لي زوطخ فيرب لكل الافعال الاخرى. انطلاقا من هاد جوج المساعدين
اللي غنزيدو عليهم فقط لو بارتيسيب باسي الخاص بالافعال الاخرى اللي باغين نصرفوهم في هذا الزمان تنتكلموا على لو باسي اونتيريور. اذا قبل الحصول على لو باسي اونتيريور الخاص بالافعال الاخرى علينا ان نضبط صرف هاد المساعدين اللي هما افوار و اتر كما في الجدول التالي لي زوكسيليير. اذا افوار نقول جي تي الي نوزيم وزيت الزيغ. ثم اتر نقول جو في تي في il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent, ils furent. طبعا يجب ان ننتبه لواحد الامر هنا اللي هو صرف لو فيرب اتر مع فير. لو فيرب اتر في لو باسي سامبل نقول je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. بينما لو فيرب فير أو باسي سامبل نقول جو في بإي وليس بإي. نقول جو في تو في إل في نو فيم فو فيت إل فيغ. لاحظوا معي الصرف لو فير فير أو باسي سامبل نقول جو في تو في. الفعل أنه مصرف بإي وليس بإي كما رأينا مع إتر. نقول جو في تو في إل في نو فيم فو فيت il fire il fire. هنا نقول je fus tu fus il fut nos fumes vos fûtes ils furent. هذه أوجه الاختلاف. إذا طبعا كما قلنا بضبط صرف فعل avoir و être نتمكن من إنجاز لو باسي أونتيريور اللي غنشوفوه من بعد ديال باقي الأفعال في اللغة الفرنسية في هذا الزمان. طبعا هو أقل استعمالا من الأزمنة اللي كنا شفنا من قبل. على العموم سنرى هذا الزمان حتى تكون لنا معرفة بكل أزمنة في اللغة الفرنسية. إذا نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.